بشكر الجهاز الفني والاداره وبشكر اللاعبين على ال3 بوند، ده كرم وفضل من عند ربنا. طبعا الماتش صعب، بنلعب فرق الاعلاميين هم تحتنا واحنا فوقيهم، منافسه صعبه على الماتش دوت، والحمد لله ربنا كرمنا بال3 بوند الحمد لله. الحمد لله طبعا كان فوز مهم لوضع الفرقتين في ترتيب الجدول. طبعا انت عارف حضرتك الجدول واللائحه بتقول ان اخر فريق بيهبط للدرجه الاقل، فكنا عاملين حسابنا على الحته دي قوي يعني، وعاملين حساب المباراه. نفس الكلام فريق الاعلاميين المحترم كان عامل حسابه على النقطه دي. فالنهارده يعني اقل حاجه كنا محتاجين ال3 بونت. ظروف المباراه اللي فاتت احنا بنلعب بعدد كبير من الناشئين، الحقيقه هم على قد المستوى، ولكن محتاجين برضو ثقه ومحتاجين خبره، فبنحمد ربنا على ال3 بونت. زي ما انت شايف كده بنفضل ماسكين الفرقه نهاجم وكده، بيحصل غلطات بسيطه كده بتشيلنا الماتش، فبنحاول نطلع من اللي احنا فيه. برضو كابتن شعراوي جه بيساعدنا، كان في كابتن ابو العينين، كان في كابتن سامر، ف يعني الكره واقفه ما عندنا بطريقه غير طبيعيه، يعني بنعمل كل اللي علينا بس الكره مش راضيه تدخل جول، فسوء التوفيق غير طبيعي. ما حلفنيش في كذا فرقه، يعني لعبت في كذا فرقه قبل كده، اول مره اشوف سوء التوفيق ده في فرقه الصراحه. يعني احنا النهارده بنعاني من شبح الهبوط، بنتمنى بس ان احنا ناخد 3 بونت عشان نمشي شويه فوق، بحيث ان الدخان 16 وانا 9. مكسب النهارده كان هيقربنا شويه من الدخان، وجاي لي قرار اسماعيليه على ملعبي، احتمال لو كنت باذن الله اعمل نتائج كويسه ايجابيه برضه، كنت يعني ضمنت مثلا البقاء، يعني حتى قربت من البقاء شويه. لكن هي دي كره القدم، وده قدر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، والقدم احسن ان شاء الله باذن الله تعالى. العرضية ممكن والراسية، وهو الهدف ممكن والراسية، ضربة الجزاء داخل محمد طارق عرابي وعبد الستار، وحطها حلوة، وهدف أول للتعادل لنادي النصر. خلينا مع الهجمة دي، يلا يا بيبو، يلا يا بيبو، هي جول يا راجل، هي جول، هي لقاسم، ما فيش تسلل، هجمة خطر، خطر يا ولد يا ولد يا ولد يا فراويلة، هجمة خطر، ويا سلام يا سلام يا فراويلة، وهدف لنادي. مرة ثانية يفتح الملعب كده، اللاعب عادل حسين، هدف ابراهيم عوض يا جماعة، لازم تديله حق الولد المدافع ابراهيم عوض، واحد على طول عرضية داخل منطقة الجزاء، لسه الناس طالعين على طول الجنب على طول. والله انا شايف ان الاولاد كانوا مركزين قوي، لان احنا وضعنا في الجدول مش مرضي خالص لفريق كبير زي بتروجيت، واحنا شغالين على ده من بدري الحمد لله، ونتاجه ابتدت تظهر، وبالذات اخر 3 مباريات. والله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، النهارده اللعيبه كلها عملت اللي عليها. سوء توفيق النهارده بيحالفنا، لسه بدري ان شاء الله نقدر نعوض في اللي جاي ان شاء الله.